وفي اتصال هاتفي سابق مع اون لايف قال رئيس المجالس الطبيه المتخصصه دكتور عماد قاضم ان عدد من تقدموا بطلب لتوقيع الكشف الطبي عليهم بلغ 6 أفراد حتى الان، لافتا الى ان هناك 4 لجان تتولى عمليه الكشف. 6 أفراد من ضمنهم السيد رئيس الجمهوريه استاذ خالد علي المحامي واعلن انسحابه، 3 شخصيات عامه، والنهارده السيد الدكتور السيد البدوي. اللجان اللي بتناظر طالب الترشح عباره عن 4 لجان. اللجنه الاولى بيبقى فيها استاذ متخصص في الطب النفسي، استاذ متخصص في الاعصاب، استاذ متخصص في جراحه المخ والاعصاب. دي اول لجنه. تاني لجنه بتبقى امراض الباطنه وبتشمل استاذ متخصص في امراض القلب، استاذ متخصص في امراض الكلى، استاذ متخصص في امراض الجهاز الهضمي. ثالث لجنه دي لجنه الجراحه العامه والجراحه التخصصيه. رابع لجنه بتبقى لجنه امراض الرمد وجراحه العيون.